Ay, baby. شو عم ندير لك يا بنتي بعدين؟ شو عم ندير لك؟ شو عم ندير لك؟ هادي كنبقى فايقة الليل ونهار ما تنعسش، ما تنعسش. كنقيل كنتقطع بالحرك كل مرة، وديك الإبرة فين كتشكني في كرشي تنحس بها تدقني، تنحس بها تدقني. أنا بنتي تا هاديك اللي غايبة عليا راه كتقطع لي قلبي عليها، تا هي راه ما كنعسش من جهتها، تا هي راه ما كنعسش من جهتها. أنا مشيت نشوف اللي يوقف لي مع بنتي ما لقيت حتى شي واحد، كلشي البيبان تسدات لي في وجهي، كلشي البيبان تسدات لي في وجهي. باش نطلع النفسية زلقت لي الإبرة مشات لي في العلق ديالي، هادي كتر من شي 11 يوم وأنا ناعسة، ما خوتي وأمي والناس كيجيو، هادي كنبقى فايقة الليل ونهار ما تنعسش، تنبقى غي فايقة، ما كتسطني ماما ناكل ما تنقدرش ناكل، كناكل بزز مني غي باش نشرب الدواء، كنقيل كنتقطع بالحرك كل مرة، وديك الإبرة فين كتشكني في كرشي تنحس بها تدقني، كيدتني ماما للطبيب. داروا لي تصويره بقاو تيقولوا لي راه بلا ما ديري العمليه باقا صغيره، الابره قربت تخرج لك. صافي جابتني ماما خرج دبقاس كدير لي الدواء، شحال هي تدير لي الدواء والدواء ما تيدير لي حتى شي منفعه، انا تنشرب داك الدواء والدواء تيدير لي الحريق ما تيدير لي حتى شي منفعه، بحالي كنشرب غير الماء ما تندير، ما تنحسش بان الحريق ما فياش ولا شي حاجه، كل دائما كرشي كتحرقني. هذيك 11 يوم وماما كتقيل فايقه معايا وخوتي، ما تنعس ما تنخليهم ينعسوا، هذه 11 يوم داتني داك النهار للسبيطار ديال الدوله، شافوني في واحد الحاله قالوا غيديوني لطنجه باش ندير العمليه، قال لك خصو 200 درهم، ماما ما عندهاش باش تجيب 200 درهم، ما عندهاش حتى شي واحد، عيت ما كتطلب فيهم، عيت ما كتبكي، ما بغاوش يديوني لطنجه، جابتني كيتناوبوا عليا هي وخاي واحد المراتي، كل مره واحد كيهزني ما كنقدرش النفس ما كنقدرش نطلعها. انا دابا تنطالب من الناس المحسنين يعاونوني باش ندير العمليه باش نحيد هذا الهم على امي، انا تنشوف ماما في هذه الحاله، انا تنبقى كنقول مصاب لو داك النهار اللي صرت فيه هذه الابره، لو كان ما جاش، لو كان داك النهار ما وصلش باش انا نوصل امي لهذه المشكله، ونبقى نخليها تبقى معايا فايقه وتبات فايقه، ما كتنعس ما كتشوفو، كتبغي تخرج تشوف الناس اللي يعاونوها ما كتقدرش تخرج، كتخاف تخرج وتوقع عليها انا شي حاجه، كتبقى جالسه غير حدايا، غير الناس كيجيبوا لنا كل مره، وشي واحد كيجيب لنا، مره يجيب لنا الماكله، كل شني تيجيب لنا الماكله ما لاقينش ما ناكلو، مني جا هاد الوباء ماما كانت كتخدم كانت كتجيب لنا بعدا ما ناكلو، هادي دابا جا هاد الوباء ما بقات تلقى، ما بقينا نلقاو لا ما ناكلو لا حتى شي حاجه، عين الناس المحسنين تيعاونونا، دابا انا تنطلب من الناس المحسنين يعاونوني ندير العمليه نحيد هاد الابره من كرشي، والسلام عليكم، الله يرحم لكم الوالدين. بنتي هادي 11 يوم هي كتقطع لي بالحرق واكله ابره، بديتها لهنايا الاصيله، داروا لي التصويره الاولى وصيفطوني، الثانيه وصيفطوني، الثالثه قالوا لي سيري لطنجه، الا عاودتي جبتيها هنايا راه ما نديروا لا تصويره ما نشوفوها، دابا شغل طنجه. مشيت جا واحد المحسن هزها وداها لي لطنجه، حتى لابيلانس طلعوها لي في لابيلانس وهبطوها، قالوا لي لا ما كانش عندك 200 درهم ما تطلعيش، عييت ما نغوت، عييت ما نبكي، تما عييت من كلشي، راه الجاره كانت معايا، قالوا لي والو، خرجت واحد خيتي قالت لهم سدوا الباب ودخلوا بحالكم، هبطوا البنت من لابيلانس وسدوا الباب، مني هبطوا البنت هبطوها راه يدها باقا زرقاء الدم، هوادلها ما دارولهاش حتى القطن والاخر، ما دارولهاش في يدها يوقفوا لها الدم، حتى بقيت كنغوت، عاد خرج واحد الفرملي حتى لبرا ما دخلهاش حتى لداخل، خرج حتى لبرا عاد دار لها داك القطن وديك الفاصمه وزيتها من تما، كاين لا طاكسي لا والو، كنتناوبوا عليها انا والجاره اخاها، توصلتها للدار لهنا. منين حطها أنا يهزها خاها، مني حطها خاها تهزها الجارة، توصلتها لهنا، جلست هذاك النهار اللي غدا
راه الحومه كلها شافت. عاود ناضت ناض الحريق، ديتها جا ديك السيد داني لطنجه، وصلني لطنجه دخلناها. ملي دخلوا تيشوفوا التصاور قالوا لي الراديو خاسر، باش يعاودوا له الراديو اخر، الراديو خاسر. قلت لهم انا فين عندي بنتي؟ راه ما عنديش. قالوا لي دبري راسك، رجعي الازيله ديري الراديو. فاش رجعت الازيله درت هذا الراديو هذا الاخر، هذا الاخر رجعت درته في ازيله. قالت لي شغل ديال طنجه، علاش جايبه لنا بنتك لهنا؟ هذا الشيء دير سيري لطنجه، هما اللي غيعاودوا لك هذا الشيء ماشي حنايا. دابا انا نعاود لك الراديو هنا بالحق مره اخرى، واخا تجيبيها فيها الموت راه ما ندير لكش الراديو ديال طنجه، ولا دبري راسك انا ما نعاود لكش الراديو ابدا. يا ديك ددينا ديك الراديو لطنجه، دخلوا البنت، قال لك راه العمليه، نديروا لها العمليه، نديروا العمليه. دخلوها واحد شويه عيطوا لشي طبيب جا شافها، قال لي بنتي هذه البنت باقا صغيره ما يمكنناش نديروا لها العمليه دابا. قلت له انا بنتي كتموت، كيفاش بنتي تتموت غنخليها هكا نردها؟ قال لك لا ما يمكنناش نديروا العمليه. كتب لي هاد الدواء هذا، قال لي وسيري اعطيها هاد الدواء ومنين تكملوا يحلها. لما خرجت لهاش البرا وديك الشيء ديك الساعه رجعها. دابا حنا ما عندنا ما نديروا لها، ما لقيت لا فاش نجي، لا طاكسي فاش نجي، لا حتى شي حاجه. المغرب قريبه تودن عليا، مشيت عند الناس بنت تم، دخلوني الناس بنت عندهم تما. لي غدا جبت بنتي وجيت بحالي من هذاك النهار، والحرق فيها اليومي هذا، من هذاك النهار واليومي هذا. مول الدار كيجي يدق عليا كيقول لي خرجي، خرجي لي من داري، خلصيني ولا خرجي لي من داري. انا كنت خدامه نهار بنهارو، فاش جلست الغالب الله باش نخلص انا ولادي ما لقيت ما نوكلهم. راه الثلاجه قلبوها الا لقيتوا فيها شي حاجه، معين الناس دايرين فيا الخير. كنت خدامه في واحد الاوطيل هنايا كنعمل ميناج، دابا ما كاين حتى حاجه، ما كلشي سد، هذاك الاوطيل سد صافي، ما بقيناش خدامين جلسنا. شنو ديك قبيله عي قبيله الجاره تعاود لكم، ها هي راه ما دخلاتش، جاب لي البوليس وجا كيهرس الباب، ما لقانيش، لقاني انا مشيت نشوف اللي وقف لي مع بنتي، ما لقيت حتى شي واحد، كلشي البيبان تسدات لي في وجهي، كلشي وراي الناس الحومه مساكن هما اللي دابا واقفين معايا، وهما اللي كيجريو، وهما اللي عيطوا لكم. انا من الغالب الله انا ماشي من هنا برانيه، ما تنعرف هنا حتى شي واحد، الناس مساكن اللي تيعرفوا الناس هما اللي تيعيطوا، هما اللي مكلفين. البنت مسكينه ما كنعس لا انا لا هي، الليل كامل كنباتوا فايقين، حوايج مرماهم لي ديك النهار، رماهم لي راه تصاور، راهم باقي اللي تصاور، جا القايد تصور، جاو البوليس صوروا، جاو كلشي، ما داروا حتى شي حاجه، حتى حل ما داروا لي. مشيت لعند البوليس قلت لهم شنو؟ قالوا لي ودابا كورونا سيري من بعد وتابعيه، كورونا دابا ما كاين والو. قبيله جاب البوليس وجات يدق عليا، شنو غندير انا؟ ما عندي ما ندير انا، ما لقيت كل لقيت عيب باش نداوي بنتي، عاد نخلصو هو انا بنتي، وما لقيتش باش نداويها وباش نعالجها، ماشي هذا نخلصو هو. ما كنتش في الدار، عيامي يهرس الباب وهما واقفين معاه تيدقدق، ما خرج له حتى واحد، حتى ولادي هذا مصيه. قلت له واخا تشوفو كيدق ما تطلع عليه ما تفتحلوش الباب، مشاو بحاله. ما عندي اربعه، انا كنطالب المحسنين ولا كانوا كيسمعوني الله يرحم والديهم يعاونوني في العمليه د بنتي، نمشي نديها لشي كلينيكه ولا شي حاجه، راه السبيطار ديال الدوله ما دار لي حتى شي حاجه، ندي بنتي لشي كلينيكه ندير لها العمليه. الله يرحم الوالدين الا كيسمعوني، انا كنطلبهم وكنرغبهم يعاونوني في العمليه د بنتي، ندي بنتي للطبيب. انا على وليداتي كنخدم، على وليداتي كنجري، وعلى وليداتي. دابا هاد البنت راه قطعت لي قلبي، راه ما كنعس لا في الليل لا في النهار، ما كنعش نهائيا من جيت بنتي، ما كاينش الماكله، ما كتقدرش فيها الحريق، ما كتقدرش تاكل. عندي بنت واحدة أخرى في فاس، كانت في الخيرية، دابا راه ما بقاتش، دابا راه كاينة مع واحد الناس تما، تتهضر معايا وكلشي، وتيهضروا معايا ديك الناس يقولوا لي كوني هانية من جهتها، راه معانا في هاد كورونا ما لقات منين تدوز باش تجي. عندها 16 عام حتى هي، ما كرهتش بنتي تجي لعندي، ما كرهتهاش. عييت ندير المحاولات نمشي نجيبها، تجلس مع خوتها ما لقيتش، كلشي مسدود ما كاينش. انا كنطالب من الباشا وكنطالب من الحكومه ومن المخزن يشوفوا لي بنتي يجيبوها لي،
انا بنتي تا هذيك اللي غايبه عليا راه كتقطع لي قلبي عليها حتى هي راه ما كنعش من جهتها راه ربي اللي عالي وتعلم وشهد عليا راه ما تنكذبش ورا رمضان هذا انا بنتي هذيك ما كنعش من جهتها كنطالب من المخزن ومن الباشا ومن كل شيء اللي عنده تدخلات يشوفوا لي بنتي يجيبوها لي تجي لعندي والمحسنين اللي يعاونوني على بنتي الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين سنطلب من المحسنين يعاونوني على بنتي نعمل لها العمليه الله يرحم الوالدين ديالكم هاد الجاره ديالي ديما انا معاها 11 يوم هادي كتبات فايقه مع بنتها حتى واحد ما مدل ليا المساعده بنتها سرطات ابره عيات بمحمد الخامس عيات هنا حتى واحد ما داها فيها مول الدار جار ما لمسكينه حوايجه وجاو البوليس جا القايد حتى واحد ما دار لها شي حاجه دابا يشوفوا فيها المحسنين اللي وجا الله ديك العائله ويعاونوها علاش قدوا على هاد الكرا ولا كل شيء هي مسكينه مبلج على البيت ديالها هو عندها اربعه د الاولاد وحده راه طايشه خيريه ولا ما نعرف هي مسكينه كتبات تبكي حتى واحد ما عاونها هادشي اللي غنقول لكم مطلقه ما عندها شي راجلها كنعاونوها حنايا كنطيوها الماكله وكنجيو نتفكروا لها بنتها والجيران المحسنين هكا عي الحومه الماكله حنا براسنا ما عندناش باش غادي نعاونوها ماديا ولا هادي دابا كنطالبوا محسنين اللي كيشوف هاد العيله يدير لها عيله عمليه يعاونوها ما حلت الراجل كيرمي لها حوايجها ما حلت البنت كتبات تبكي قدامها البارح انا معاها حتى 6 الصباح وهي كتبكي مسكينه صافي 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 صافي